يمكن من الناس اللي تتبعك فئة قليلة تفيق لريم البنا ملمة وتتبع باللي صاير في تونس الكل حتى على المستوى السياسي اللي يهم وضع البلاد ريم تتبعه بالطبيعة مش كان في نتبعه ونحاول اني نأثر بوزيتيف ما على العبيد كما الاستشارة الوطنية متقلقة انا اللي العبيد ما مشيتش معناه انا اليوم يدخلوا لي يكتبوا لي الدنيا ماكلة بعضها بين روسيا واوكرانيا خويا قبل ما ندخلوا في روسيا واوكرانيا امشي عمر الاستشاره نتاعك هذيك اللي هي باش تحدد مصير بلادك اللي عطاوك فرصه باش تعبر انت كشاب تونسي كامراه تونسيه ككهل كمواطن تونسي باش تعبر على رايك وتقول رايك المره معناها يسمعوك انا ندك نعمر فيها الاستشاره قايت من اول من الاولانيين نعمر فيها يا محمد داك الباراجراف هذيك اللي تعبر فيها راني هكا بفخر مش بفخر فرغت اللي في قلبي كل اللي في قلبي كل اللي في قلبي كل قلته نورمالمون بلغت سن الرشد من بكري من بكري هو سن الرشد هو سن الرشد القانوني 20 اما انا جو بونس سن الرشد كما يقول بودا تولي عندك مخ ورزين وتفهم وتعرف كيفاش تغياجي في الاربعين نورمالمون وصلت له وصلت له فوت وداخله في 41 نورمالمون نجم نشوفك تترشح لا ما نترشحش لحد شيء خلينا نشوفك قول لي شنو على الاقل باش تترشح خلينا نشوفك مثلا كلمة تترشح ديجا ما حبيش تترشح الكاستينج الفيلم عربي باش يتصور مش في تونس ها ما ترشحش هربوا المخرجين نجم نشوفك تترشح لجنوة الحياة السياسية لا 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 تستهويك ما نجمش انا نتكلم كيفاش نترشح كي حتى شيء الحمد لله في خضم ذلك كل خبر مفرح للشعب التونسي اللي يسمع فينا نكملوا حيوان والله مسكنا الشعب التونسي على اللي شافوا تي بالعكس انا نتسمى حاجه به على الاخر بالعكس يفرحوا ما والله نسالوا يدي على قلب قلت قل لي يمشي لازم الرقبه لازم البليده عاد تاوت بروفوكي في يلا ودي شو مدخلنا خلينا نكمل في المواضيع